بدأ بي صداع، ألم بالظهر، بعدين يعني حرقة في العيون وفتور عام، وبعدين ألم بالمفاصل شديد. ظروف صعب بعض الناس، أعتقد عنده إمكانية للمواصلات إلى المنصورة أو للشيخ عثمان، فالعيادة هذه بحاجة إلى سيارة يا جماعة، سيارة إسعاف لنقل المرضى من هذه المنطقة. والان الوباء يعني مكانه كل يوم يعني تزايد، كل يوم حالات جديده تظهر، كل يوم حالات جديده تظهر، يعني في ناس يعني سعفون يعني راحوا غيبوبه، لان هي يعني مصحوب بالحمى وارتفاع درجه الحراره، يعني الناس راحوا غوبه، في من حوامل منهم يعني ولاده حديثي الولاده نساء. ثلاث من الاسباب الرئيسيه التي ادت الى انتشار الحميات في قريه عمران وضواحيها هي المياه الراكدة، الآبار المنتشرة الموجودة أيضا في القرية، إضافة إلى البعوض المنتشر بكثرة. يعني كان أناشد المكتب الصحفي عدن أن ينظر إلى هذه القرية البعيدة والنائية يعني في محافظة عدن من إمدادهم بالأدوية والمستلزمات الطبية.